احنا عندنا مثل بالعربية اللي يولي على الجرة يذهب. احنا كنا في ربع الباب مفتوح للجميع، راك تتبع فيه يا صاحبي، الباب مفتوح. احنا عندنا عمل بدينا فيه هو جمد العضوية تاعه، هو حر، هو حر. احنا درنا لقاء، كنا في ربع لهنا وتفاهمنا على خط الطريق، وقبل اللقاء هذا تلقينا في ربع، لقينا لهنا في المقر في ربع بدون وسائل الإعلام. انا اخلاقي وتربيتي عندي هدف نعمل من اجله هو الرئاسيات القادمه. دونك ما ندخلش انا نرجع لفلان ولا فلتان، انا نقول لك حاجه واحده برك، ان الابواب مفتوحه، كل من يقدم اضافه للجزائر يتفضل. زيرتوب، اول قناه الكترونيه في الجزائر.